أبو شوارب، للبصريات عدسات لاصقة ونظارات طبية وشمسية، وبطبيعة الحال فحص النظر الذي نوفره لكم أبو شوارب للبصريات. نحن هنا في الشوارب أبو شوارب للبصريات، هذا المكان المميز من أجل أمان عيونكم، من أجلكم نقدم لكم كل الخدمات بأسعار منافسة. بطبيعة الحال في هذا المكان الذي نحن فيه، في هذا المكان يوجد هناك عدسات كما كنا لاصقة متنوعة على مختلف أشكالها وألوانها، وعدسات طبية بكافة الأشكال والأذواق، بالإضافة إلى العدسات الشمسية المميزة، وذلك في مكان واحد اسمه أبو الشوارب للبصريات. بطبيعة الحال العنوان بسيط جدا، بالمدخل الشرقي للمسجد الجديد في طول كرم، بالقرب من بطبيعة الحال سوق الخضار. وكل ما عليكم هو أن يكون خياركم أبو الشوارب للبصريات. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وأهلا وسهلا بكم في عام جديد وفي مناسبة عزيزة على قلوبنا. عام جديد وعام تلو عام، نحن معكم في برنامجكم المميز، برنامج أهل رمضان، في هذا العام الذي هو يأتي في ظل ظروف صعبة جدا، ولكن الأمل يتجدد ويكبر في كل مرة يحل علينا فيها شهر رمضان، الذي نتمنى أن يعيده الله علينا باليمن والبركات وبالسلامة الدائمة دائما. هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الفضيل الذي نتمناه شهر عبادات وتقوى، وشهر يرجع فيه الإنسان إلى الله، فدائما في شهر رمضان نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وكما عودناكم بأن نكون معكم في أيام هذا الشهر الفضيل من أجلكم، ومن أجل أن نكون هناك فسحة من الأمل، وفسحة أيضا من الفوز بالجوائز المميزة في برنامج أهلا رمضان، أهلا رمضان الذي يأتيكم هذا العام. وبطبيعة الحال الأمل يتجدد بكم ومعكم، وأنتم المميزون دائما بأعيننا. اليوم برنامجنا أكيد سيكون برنامج مميز، كون أن هذا البرنامج بطبيعة الحال فيه في كل عام مفاجآت تكبر وتكبر، وفيه رعاة من أفضل الشركات على مستوى الوطن والمحلات التجارية في طول كرم وخارج طول كرم. مشاهدينا، في هذا اليوم نود أن نؤكد على أن البرنامج هو برنامج أسئلة، في هناك مجموعة من الجوائز القيمة والكثيرة التي ستقدم خلال هذا البرنامج بحلقاته المتعددة، لكن هذا العام انتهجنا نهج جديد في هذا البرنامج، وهو نهج الورقات الرابحة أو الورقات ورقات الأسئلة. بمعنى آخر، نحن الآن أمام هذه الورقات التي ستكون إن شاء الله معكم خلال شهر رمضان، ستختار سؤالك بيدك، ومن ثم سيكون هناك إن شاء الله قدرة لأن تفوز، أو يعني عدم استطاع الإجابة على السؤال، لكن على كل حال وضعنا لكم لقد ربحت ألف مبارك كتشجيع، وللأسف كانت هناك بطاقات لها علاقة بالحظ الأوفر. لن أطيل أكثر، سأتحدث اليوم عن البرنامج، وهذا البرنامج المتعلق في أهل رمضان في هذه الحلقة، وهي تحت رعاية أبو الشوارب للبصريات. أبو الشوارب للبصريات باختصار شديد، عيونك بأبان وجيبتك كمان. أبو الشوارب للبصريات في شارع في طول كرم، مقابل المدخل الشرقي للمسجد الجديد في القرب من سوق الخضار. نتمنى أن تكون دائما أبو الشوارب للبصريات خياركم الأفضل. خلوكم معنا لنشوف هذه الصور وهذا البرنامج اليوم في حلقة من برنامج أهلا رمضان. Thank you.
عام وانت بخير. انت بخير وصحة وسلامة. نتعرف عليك. محامي عاصم الرميني. اهلا وسهلا فيك. كيفك يا استاذ؟ بالضبط. اهلا بيك. كيف استعداداتكم لاستقبال شهر رمضان؟ والله ان شاء الله نعاد علينا وعليكم صحة وعافية. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بس يبعد الوباء عنا وتمشي الامور ان شاء الله على تمام وعلى خير. ان شاء الله. هذا نتأمل من المواطن انه يتخذ التدابير الاحترازية. وين الواحد ما ينصاب؟ لا احنا ورا الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم برنامجنا برعايه كريمه من ابو الشوارب للبصريات، برنامج اهل رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام. بالله. ابو الشوارب للبصريات مدخل المسجد الجديد الشرقي، مش هذا المدخل الشرقي. واكيد الشعار عيونك بامان وجيبتك كمان. حبيبي. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. استاذ، في هنا مجموعه اوراق فيها اسئله وفيها حظ لانك انت كمان تربح بدون سؤال، وفي حظ اوفر بدك تسحب ورقه. والله والله يا رب. ورقه بدون ما تطلع عليها تعطيني اياها مباشره. ورقه، هي ورقتين على ما يبدو، خلينا نظبطها. ورقتين. يلا اسحب 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 هاي الورقه. هات نشوف. انت بتحس حالك محظوظ في الحياه؟ الحمد لله رب العالمين. لا جد، شو رايك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. محظوظ في الحياه؟ انا مش هو اهو الاستاذ. اكيد الحمد لله برضا الوالد. طيب طلع شو. الف مبارك لك، قد ربحت بدون سؤال. ربحت معنا بدون سؤال استاذ. الله يسعدك. طيب يا سيدي، شو بتقول ابو الشوارب المصريه؟ والله كل احترام، كل عام وابو الشوارب بخير، وان شاء الله ايه الرزق له، وإن شاء الله ينعاد عليه بصحة وسلامة، والله يرزقه إن شاء الله من نعيمه. إن شاء الله. شكرا لك. بالعودة بخير. شكرا لك. متواصلين أكيد معكم مشاهدينا، وبنبارك للرابحين معنا في أول جوائزنا مباشرة بدون سؤال. كان حظه، ساعدوا الحظ والحمد لله يعني ربح، فمن كله ألف مبارك. كل عودة بخير. بخير حبيبي. أنا سلم. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ وسام شدافني. اهلا وسهلا. من وين يا وسام؟ انا من اكسال قضاء الناصر. اهلا وسهلا باهلنا في اكسال. كيف شايف الاجواء الاستقبال لشهر رمضان هون؟ والله اول شيء كل عام بخير للجميع وللامه الاسلاميه. اجواء حلوه، معامله مليحه، الناس مبين في بهجه للعيد. ان شاء الله بضلها كلها ايام عيد ورمضان كريم للكل. ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. بخير. الله يسعدك. طيب استاذي، احنا اليوم برنامجنا اهل رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام، هذا برنامج بنقدمه بشهر رمضان بشكل يومي، واكيد اليوم برنامجنا ورعايتنا المميزه من ابو الشوارب للبصريات. يمكن انت مش من طول كرم، بس انا بدي اقول لك وين ابو الشوارب للبصريات. اذا طلعت هذا الشارع، الشارع المقابلك من وين اجت السياره، في هناك ابو الشوارب للبصريات. طبعا ابو الشوارب للبصريات عدسات لاصقه، نظارات شمسيه، نظارات طبيه، وفي بقدم خدمه الفحص ايضا. وكمان الحلو فيه كمان انه هو عنده شعار عيونك بامان وجيبتك كمان. هسه احنا برنامجنا حقيقه بدك تسحب انت ورقه، هذه الورقه عليها اما سؤال او حظا اوفر او لقد ربحت مباشره. انت وحظك، بعرفش كيف حظوظك انت في هالحياه. انت وحظك وان شاء الله بتكون ربحان معنا. يلا خلينا نشوف شو الورقه اللي بدك تسحبها. هذه الورقه. يلا ممتاز. سؤال اساس كمان انا اكد اكثر انه هاي الورقه اللي تسحبتها هي هي اللي هي هذه الورقه. سؤالك هو بقول كالتالي. شكله طويل. لا مش كثير طويل. وكالة دولية تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ما هي؟ في وكالة دولية تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ما هي؟ والله ما بعرف. طيب اعطيك خيارات. انا بدنا مع ابو شوارب المصريات الكل يكون ربحان. هل يونيسف، الايسكو، الاوسكو، الاونوروا؟ ركز منيح. الاروا. مزبوط. كمان مرة الخيارات. اليونيسف، الاسكوا، اليونسكو، الاونوروا. اسكو. فكر اسكو. مش عارف والله. مش ركز. الاروا. الاونوروا. اللي كان طيب عليها مشاكل. مزبوط. الاونوروا. طيب يا سيدي العزيز، اجابتك صحيحه. الاونوروا ربحت معانا اكيد من ابو الشوارب البصريات. بكل لك الف مبارك حبيبي. يسلموا. شو بتقول؟ خير. وان شاء الله اسا بنزوره عن قريب ان شاء الله، ايام نجيب العيل ان شاء الله. بنضل رايحين. انا بدي اعمل هيك نظارات كمان شمس، عندي النظارات النظر بالسياره. يلا تمام. إن شاء الله. عرفت المكان وين؟ هون قدام شوي ان شاء الله. صحيح حبيبي. اهلا وسهلا فيك. شرفت. كل عام وانت بخير. متواصلين معاكم اكيد في هذه الاطلاله المميزه عبر شاشه تلفزيون السلام في برنامج اهل رمضان. واكيد برنامج اهل رمضان ياتيكم
دائما وابدا عبر شاشتنا المميزه، وراح نشوف هاي الاجواء المميزه في استقبال شهر رمضان الفضيل ان شاء الله، عاده الله علينا باليمن والبركات. طيب تعال، اوكي تعال، كل عام وانت بخير. كيف حالك؟ حبيبي يا ضمير، عرفني عنك. فادي محمد احمد حشاش. اهلا وسهلا يا فادي. هلا فادي، كيف اجواء استقبال شهر رمضان؟ والله ما شاء الله الحمد لله ان شاء الله. اليوم برنامجنا برعايه ابو الشوارب للبصريات، بتعرفه؟ ابو شوارب بتاع النظارات. واكيد ابو شوارب للبصريات الشعار الحلو تبعه الكبير، عيونك بامان وجيبتك كمان، تمام؟ طيب سيدي العزيز، انا خلينا بس امشي السير، بدي اقول لك عن مسابقه اهل رمضان. اليوم احنا مسابقتنا في مجموعه من الاوراق اللي انت من خلالها بدك تختار ورقه، ماشي؟ وشو حظك السؤال انت بتختاره بايدك، انا ما لي علاقه، انت لا بتقول لي سهل ولا صعب ولا بتغلب حالك، وفي انك مجال تربح بدون سؤال، وفي مجال انك يكون لك حظ اوفر ونقول لك احنا اسفين. تفضل يلا اختار لك ورقه. هاي يلا هات، ممنوع تطلع. في اي مدينه يتواجد سوق عقاد؟ سوق عقاد في اي مدينه يتواجد سوق ايش؟ عقاد مصر. راح اعطيك خيارات مش راح اصعبها عليك كثير. هل يتواجد في جده، في مكه المكرمه، في الطائف، في الرياض؟ جده. جد ايه؟ جده. بعطيك كمان مره تفكر. اعطيني كمان مره. هل يتواجد في جده، مكه المكرمه، الطائف، الرياض؟ عقاد. سوريا. لا شو سوريا انت الثانيه؟ في مكه. في مكه. مكه. لا مش مكه. الرياض. كمان مره. ركز ركز ركز. جده، مكه، الطائف، الرياض. طائف. بدي جواب نهائي. خلص نهائي. ايش؟ طائف. طائف اجابتك صحيحه، ربحت معانا من ابو الشوارب البصريات. تفضل، هذه هديتك من ابو الشوارب البصريات. ايش بتقول له؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله مزيد من التقدم. شكرا لك، واكيد متواصلين مع ابو الشوارب للبصريات اللي بيقدم لكم عدسات لاصقه، ايضا بيقدم لكم نظارات شمسيه، نظارات طبيه، وايضا الفحص عند ابو الشوارب للبصريات، المدخل الشرقي للمسجد الجديد، وفي بطبيعه الحال في منطقه سوق الخضار اللي اكيد منطقه كلكم تعرفوها بتزوروها وبتروحوا عليها، واحنا متواصلين معاكم ان شاء الله. بنتمنى لابو شوارب البصريات مزيد من التقدم والتفوق، وظلوا اسم رنان، شعارنا عيونك في امان وجيبتك كمان، واهلا وسهلا اكيد فيكم. خلينا نشوف كمان مين ممكن يشاركنا في اليوم ويربح معنا عبر شاشه التلفزيون. السلام. كل عام وانت بخير. بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. عرف عن نفسك. مراد خالد. مين؟ بيت ليد. بيت ليد دركوع. ايوه. اهلا وسهلا فيك. كيف استقبال رمضان؟ الحمد لله. الامور تمام؟ الحمد لله. ان شاء الله كلكم كل عام وانتم بخير. اليوم برنامجنا في عبر شاشه زون السلام مع ابو الشوارب للبصريات. راح ادلك على مكانه بسيط، مش هذا المدخل، المدخل الثاني من المسجد، المسجد الجديد. في منطقه السوق بتطلع لك كم من درجه، هناك في عدسات لاصقه، في كمان عنده نظارات شمسيه، نظارات طبيه، شيء مميز جدا. تمام؟ يلا خلينا نروح للسؤال، مش راح نحكي اكثر، هي عباره عن اوراق، راح تختار سؤالك بايدك، انا ما لي علاقه. جاهز تختار سؤالك بايدك؟ يلا يلا نختار، تختار سؤالك بايدك وان شاء الله يكون. طبعا في اوراق حظا اوفر وفي اوراق لقد ربحت، وانت وحظك، اذا حظك مش حلو ما لي علاقه. يلا خلينا نشوف. تفضل هاي الورقه بدون ما تطلع. متى عقد المؤتمر الحركي لحركة فتح الأول، المؤتمر الحركي الأول في أي عام؟ 94. 93 هذا مؤتمر السنة. المؤتمر الحركي الأول لحركة فتح متى عقد في أي عام؟ لا مش هاي 68. يلا أعطيه خيارات، غلبهوش كثير، أعطيه خيارات. عام 88، 1988، عام 1950، عام 1962، عام 1990. 62 وخذ مني. ايش؟ 62. جواب نهائي؟ 62. جواب نهائي؟ 62. 62. اه انت لابس نظارات. 62. بس بدك تظبط نظاراتك عند ابو الشوارب البصريات. يا 62 يا 5. جواب نهائي.
أعطيني جائزة إجابة صحيحة. عام 1962 هو المؤتمر الحركي الذي كان أول مؤتمرات حركية لحركة فتح. وأكيد من كل لك ألف مبروك. شو بتقول أبو شوارب البصرية؟ لا لا إن شاء الله تعيب كحيل إن شاء الله. شكرا كثير لك وأكيد مبسوطين بوجودك. مين؟ افتح يلا علي واحد. مين علي؟ علي طيب. هات أشوف إن شاء الله حظك يكون حلو. علي أنا أقول له كيف حالك؟ الله بس أبيع. الحمد لله منيح. بدك تبيع؟ يلا أنا ببيع عادي كو. وأنت بتبيع. طيب كل عام وأنت بخير. أنت بخير وصحة. كيف استكمال شهر رمضان؟ الحمد لله شهر خير هذا إن شاء الله مبارك. طب ركز معي شوي. بدنا نحط كيلو نص يا زلمة. طب بس خلص الكيلو يلا معي. طيب اليوم إحنا برنامجنا برعاية أبو شوارب البصريات. وين موجود تعرف؟ ورا الجامع. ورا الجامع. ممتاز هو. مميز صح؟ غير هذول يعني مميز. مميز. وأنت مميز. أنت عمله أخي قديش الكيلو؟ احذر 10 هيك شيء. اه هيك. ويلي قديش؟ قد ما بدك انت ربحك انه شو تشيل فيك. انا ربحك الورقه بدها تربحك انت وحظك. ما بعرفش كيف حظك. حظك حلو الحمد لله محظوظه وكاد محظوظه. يلا مستعد؟ يلا كول مستعد. اه البيع مع الربحه حلوه. يلا حط اثنين احمد. هاي انا طلعت الاوراق اللي فازت وبدي اعطيك اوراقك الجديده. يلا انا ما ليش علاقه انت بتختار. تيجي عندي برعيك والله. طيب انت وحظك يا سيدي. هاي الاوراق ضبطنا لك اياها هيك 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 هيك. يلا اربح اختار انت اللي وراي في مجال شار. انا بختار الثالث. هات حظنا وفر. حظنا وفر. انا اسف انا اسف. حظنا وفر يا جماعه. طيب حظنا وفر. خلينا نطلعها برا لانها راح تمكتنا هاي السنه. نيجي عليك. اه يلا جاهز. اه جاهز. كيف امورك؟ الحمد لله. عرف عن نفسك. علي. علي من طول كرم. هلا يا علي. علي ايش؟ علي علي الطحن. طيب علي ايوه انت لك ساعه بتحاول تغشش الناس بس انا بدي اشوف حظك. انبسطت؟ انبسطت وضحكت؟ بدي اشوف هسه بدك تضحك ولا لا. انا من جبرعية مين؟ ابو الشوارب. ايمن ابو الشوارب. ابو الشوارب البصريات. تمام تمام. يلا جاهز نشوف. نشوف حظك يا سيد علي. يلا تشوف. هات اشوف. يلا انا عارفين كل اللي وراي. طيب ما هو جدار برلين؟ بعرفوش. اعطيني خيارات. هل هو جدار فني، جدار اثري ومزار سياحي، جدار يفصل بين المانيا الشرقيه والغربيه انهار عام 89، ولا جدار الماني شاهق العلو؟ ثالثي. افتح جوجل. شو الثالثي يعني؟ ثالثي هذا الجدار اللي بفصل بين شو اسمه؟ عيدة اخر وحده. جدار يفصل بين المانيا الشرقيه والغربيه وانهار عام 89. هو هذا. هذا اخر جواب. متاكد؟ اه. انت معي انك ربحت. الف مبارك يا حبيبي. الف مبارك وبنتمنى لك اكيد انك ضلك دائما ربحان. واكيد للمشاهدين الاعزاء اللي اليوم كمان استمتعوا معنا في هالحلقه من كلكم كل عام وانتم بخير. واحنا اليوم بهي الاجواء اجواء استقبال شهر رمضان اجواء مميزه جدا. والمهم دائما انه في برنامج اهل رمضان هدفنا انه نضحك ننبسط نعطيكم جائزتكم ونتعرف كمان على الرعاه الكرام. كمان مره اليوم كان برنامج برعاية كريمه من ابو شارب البصريات في طول كرم أو بالقرب او مقابل مدخل الشرقي للمسجد الجديد. نتمنى له كل التوفيق وكل الدعم لابو شوارب البصريات. ولكم كلكم كل عام وانتم بخير. نتمنى لكم افطارا شهيا وقبل ذلك صياما مقبولا. الى اللقاء.